مرحبا برج الأسد، هذه قراءتك العامة. راح نلقي فيها نظرة عامة على وضعك المالي. عندنا أيضا الصعيد الصحي العاطفي، وأي أخبار أنت متوقع أو تنتظرها في المستقبل. وأول كرتين راح يكونون تبع طاقتك العامة للشهر. برج الأسد، طاقتك جدا جميلة من ناحية المادة. أرى أنك مقبل على تحقيق أشياء في حياتك عمرك ما حققتها في السابق. يعني الفترة القادمة إذا بينك وبين نفسك قررت أنك تنجز أي شيء لنفسك على صعيد التجارة، المشاريع، الوظيفة، تفتح لك بزنس، راح تلاقي نجاح باهر، قبول، سرعة في تحقيق الاستقرار المادي لنفسك راح تكون موجودة. هاي الطاقة موجودة عندك، ولكن في نفس الوقت عندك مثل التخوف أو التشاؤم من ناحية الحب. تحس أن دائما أنت ماديا الأمور سهلة بالنسبة لك أكثر بكثير من أمور الحب والعاطفة، وأن تكون سعيد مع الشخص اللي تختاره. دائما أنت حس كذا نظرتك بخصوص الموضوع. أنت كأنك بينك وبين نفسك تقول أنا إنسان جدا سهل بالنسبة لي أحصل على أي أموال أريدها، أي وظيفة أختارها، جدا سهل. ولكن في الحب تحس نفسك غير محظوظ، دائما أنت قاعد تندب حظك. عندنا أربعة الأكواب، وهي طاقة أن أنت مو قاعد تنظر إلى الأكواب الموجودة عندك أو تعرض أمامك. يعني معناته الحب موجود في حياتك، في أناس أو أشخاص معينين يطرقون بابك يحاولون يوصلون لقلبك، ولكن أنت يا برج الأسد، وهذه كانت قراءة جدا مكررة عندك من أسابيع هاي الطاقة، دائما تخبرني أن أنت ملكة الأكواب. أنت تقول لي أن عندك استقرار مادي أو تستطيع الحصول عليه بسهولة، وهذا بالنسبة لك كافي. لا تريد، عندك تشاؤم يعني من الحب، لا تريد أن يدخل شخص لحياتك يأخذ منك أكثر ما يعطيك أو يكلفك هذا الاستقرار المادي. لأن أشوفك من فترة أنت اللي كنت تتعب على نفسك عشان تحقق هذا الاستقرار. ست الخماسيات، طاقة الرخاء المادي والراحة، إنسان مرتاح في حياته. عندك مشروع، بزنس، تجارة، وظيفة، راح تكون ناجح، ولكن نجاحك هو بسبب جهدك وتعبك أنت، عرقك أنت يعني يا برج الأسد. فعشان كذي ما حد يقدر يلومك لما أنت تحس أن هذا النجاح أنت تستحقه من فترة طويلة. ولا تريد الحب، يعني غير ما أشوفك جدا تنتظر الحب. دائما تخاف أن الحب أو الشريك اللي راح يدخل في حياتك راح يكلفك الأشياء اللي أنت أنجزتها من أجل نفسك، راح يكلفك راحتك. عندك ملكة الأكواب، الملكة السعيدة المرتاحة. فأنت تحس أن أي عرض حاليا أو العروض الموجودة حاليا، الأشخاص اللي يأتون يعرضون عليك حبهم وعلاقة وارتباط، تحس أنه راح يكلفك راحتك. أرى أنك، وطبعا برج الأسد مستقل بطبعه ويعرف جدا نفسه، متواصل مع نفسك، تعرف ما الذي تريده، تريد أن تكمل نجاحاتك. عندك كارت الشمس. فبشكل عام أنت كأنك تقول أنا مرتاح في هذا الوضع، وضعي عاجبني، كل شيء موجود في حياتي أنا استحقيته وتعبت من أجله. فأي شخص يريد أن يدخل حياتي عليه أن يجلب شيئا إلى الطاولة، عليه أن يضيف لي لا يأخذ مني. لأنك كأنك تقول أنا تعبت فترة طويلة عشان أوصل لهذا المستوى من الاستقرار. مو شرط تكون يعني ملكت كل الأموال اللي أنت تحلم فيها، ولكن وصلت مرحلة تعرف نفسك، متسامح مع نفسك، وتعرف أيضا مصادر قوتك الداخلية. ملكة الأكواب هي ليست كملكة السيوف. يعني ملكة السيوف دائما تحس أنها محتاجة أن تبرهن مثلا وجهة نظرها. ملكة الأكواب مرتاحة مع نفسها أكثر، تعرف، وصلت مرحلة هي تعرف ما الذي تريده، ما الذي راح يكلفها، شنو هي راح تتقبل، شنو ما راح تتقبل، تعرف.
تعرف أيضا ما الذي يسعدها وراح تعمل اللي يسعدها. فأراك يا برج الأسد متجه نحو سعادتك الشخصية، عند كرتك موجود تحت ملكة الأكواب كرت الشمس، وهي طاقة برج الأسد. وجودها فوق تحت ملكة الأكواب يخبرنا أن أنت على حق، وأنت في مصدر طاقتك هذه الفترة، وفعلا المفروض الأمور تمشي بهذه الطريقة. يعني أنت صح، لا تفكر أنك قاعد تخسر شيء على الصعيد العاطفي لأنك غير منفتح مثلا للحب أبدا. منطقك صحيح، منطقك موزون، ولك الحق فيه. وأرى أنك أيضا من ست الخماسيات إلى الشمس، وهنا قلت لك وضعك المالي. حتى لو أنت حاليا ما قاعد تسعى لشيء معين، راح يكون جدا ممتاز أن تسعى بخطوات صغيرة لأي شيء أنت تريد أن تحققه من أجل نفسك، أي شيء، خصوصا على الصعيد المالي، في الحياة العملية، أي وظيفة، أي اقتراح تقوله راح يكون نجاح ورا نجاح، مثل الأبواب اللي تفتح أمامك، باب ورا باب، وتفتح بسهولة. فتوجه إلى هاي مثل البوابة، الشمس قاعدة أشوفها مثل البوابة اللي راح تفتح أمامك خلال هذا الشهر، تستطيع أن تأخذ منه كل ما تريد، مثل الحصاد، خذ كل ما تستطيع أن تحمله، استغل هاي الفترة لأن هي مكتوبة لك أيضا، مكتوبة ومقدرة أن تكون فترة راحة مادية لك، رخاء، أن تكون في وضع ما عندك هموم، لا تحاتي مصاريف، لا تحاتي ديون، وحتى لو كان عندك مصاريف وديون فهاي الوضع راح يساعدك ان انت تأديها، وايضا تكون مرتاح ماديا، ايضا دخلك يزيد في نفس الوقت، تؤدي ديونك وايضا دخلك يزيد، هاي اللي قاعدة اشوفه. فلا تتشائم، الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعك من تحقيق هاي الطاقة اللي عندك الجميلة هو شوي تشاؤمك، سواء بشكل عام في الحياة أو من طرف الحبيب أو، لا تتشائم، كرتك موجود في وسط القراءة. على الصعيد الصحي عندنا كرت الساحر، وعندنا الإمبراطور، وهي طاقة، هي طاقة أيضا نارية، طاقة برج الحمل. أرى أنك محتاج إلى شوية تغييرات بسيطة، يعني أنت وضعك الصحي جدا ممتاز، قوي مثل الإمبراطور، ولكن محتاج إلى تغييرات بسيطة مع الأموال اللي راح تستطيع أن تجنيها خلال هاي الشهر. التار يخبرك أن لا تكون قاسيا على نفسك، ممكن أنت بعض الأحيان تنسى نفسك، تهمل نفسك بسبب كثرة الأمور اللي تدور حولك، كثرة النجاحات تأخذك في مثل الدوامة، لا تستطيع أن تأخذ مثلا نص ساعة ترتاح فيها أو تعتني بنفسك، أو مثلا تريح جسدك، تتأمل، تعمل مساج، تغنج نفسك. يعني على الصعيد الصحي بالعكس، صحتك على أفضل ما يرام، ولكن انتبه لراحتك الجسدية أكثر، ما عندك أي أمراض، وراح إن شاء الله تستطيع أن تنجز كل ما تريده أيضا على الصعيد الجسماني. إذا كنت تفكر في رجيم، تفكر في أن تخسر دهون معينة من منطقة معينة، راح تستطيع أنك تعملها، ولكن لا تكون قاسي على جسدك في هاي الفترة. كل اللي تريد أن تحققه تستطيع، لديك كرت الساحر، فاحتمال أرى أن لديك أشياء معينة بخصوص جسدك تريد أن تغيرها، تضبطها، تطورها، تحسنها، فراح تستطيع أن تعمل هذا الشيء. ولكن مجرد تحذير بسيط أنك تنتبه على حالك، تكون جدا حنون مع نفسك، عكس الإمبراطور ملكة الأكواب، كن حنون مع نفسك، حتى وإن كنت قاسي مع الشريك أو الحبيب أو عروض الحب والزواج،
مع نفسك كن حنون، كن ملكة الأكواب، راعي نفسك، لأن أنت تستحق ليس فقط الراحة المادية، أنت أيضا تستحق أنك في هذه الفترة ترتاح فعلا جسديا وفكريا نفسيا وأيضا عاطفيا. مو شرط الكوب الذي يأتيك هو كوب الحب أو كوب الارتباط عشان أنت تكون سعيد، هذا المبدأ خطأ. ممكن أنت تكون سعيد بدون وجود أي شخص ثاني في حياتك، ممكن وجود أشخاص معينين في حياتك أصلا ما يخدمك، أصلا يرجعك إلى الوراء. فلما أنت فعلا تدرك هذا الشيء تتجه نحو فقط ما يخدمك ويفيدك ولا يضرك بأي شكل من الأشكال، هاي الكرة تحس فيه شوي طاقة سحب إلى الوراء، يمكن أشياء تتعلق بالماضي عندك. دائما كل خطوة تاخذها خطوتين تحس أنك قاعد تنسحب مثل مغناطيس إلى الوراء. فكون في قوتك، كن في عنصرك هذا الشهر، وكن أنت قوي من أجل نفسك. أيضا الشمس مصدر قوة، مصدر إعادة القوة الجسدية للجسم. فاحتمال أنك تحس أنك شوي منهك بسبب كثرة المسؤوليات، خذ الوقت من أجل نفسك، راعي نفسك، وكن حنون على نفسك. لازم توصل في هذا الشهر إلى مرحلة الراحة مع النفس، يعني أنك ما تحس أنك محتاج لأي شخص ثاني عشان يكملك، عشان يكمل سعادتك، وهذا هو المفتاح. لأن عندما تكون سعيد بعدين أوتوماتيكلي الأبواب الحياة العاطفية تنفتح أمامك. على الصعيد العاطفي عندنا الخماس الصغير أو Page of Pentacles، وعندنا Knight of Wands فارس الأغصان. أرى أنك أنت، أن هاي طاقتك وهي طاقة نارية، أرى أنك أنت على الصعيد العاطفي حاليا سريع الانسحاب وتاخذ قراراتك بسرعة من الشخص اللي موجود في حياتك أو راح يدخل في حياتك. أما أنك سريع الانسحاب سريع الدخول، في هني بينكم طاقة غير منسجمة غير متناغمة. واحد منكم سريع الانسحاب، يأتي بسرعة، يذهب بسرعة، يكون حار، يكون بارد، يقبل ومن ثم يدبر، غير ثابت في تصرفاته. يمكن أنت تكون أيضا كذلك، تريد الحب ولكنك متخوف مثلا، تريد الحب ولكنك متشائم أن أي حبيب أو أي شخص يدخل حياتك راح يسحب منك ومن طاقتك ومن ضوءك ومن سعادتك. يمكن أنت عندك هذا التخوف، يمكن الشريك، السيناريو راح يكون مختلف لكل شخص، ولكن بسبب هذا الشيء في عدم ثبات في العلاقة. لأن ما يقابل هذا الفارس، فارس الكازانوفا اللي دائما عنده مهمة جديدة يذهب إليها ولا يبقى في مكان معين فترة طويلة أصلا، تقابل Princess of Pentacles الخماس الصغير. ففي هنا عدم استقرار وتثبيت جاد وقوي للعلاقة، وهي احتمال يسبب لك أنت أو الشريك نوع من أنواع الإحباط. الشخص اللي غير ثابت على رأيه، يعني أوقات إنه يحس إنه يريد الزواج والارتباط والحب، أوقات يقول لا 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 أنا وضعي أحسن كذا، أنا مرتاح، خلني في راحتي، أحسن ما يدخل شخص ما يستاهلني في حياتي ويعفز عليه حياتي. ففي احتمال أيضا اللي أرى أن العلاقة جديدة، يعني لا تذهب إلى الماضي كثيرا، إما الشخص موجود حاليا في حياتك وإما سيدخل عما قريب، ولكن الأمور غير ثابتة حاليا، غير متزنة، لأن أثنينكم غير واثقين. أيضا الشخص الثاني تقابل طاقة عدم التأكد، يريد أن يعرض عليك شيء أو أنت تريد أن تعرض عليه شيء، ولكن في نفس الوقت ما في شيء ذا قيمة. احتمال أنت، أنا أحس أن أنت يا برج الأسد صاير
من الناحية العاطفية غير مقبل، ويقابله طاقة شخص يريد ولكن كأنما لا يستطيع، كأنما لا يملك الموارد، كأنما يعني مثل ما يقولون يده لا تصل إليك حتى وكانت رغبته فيك. احتمال انك تتعامل مع برج ترابي في الحب، ثور، عذراء، جدي، او شخص طاقته ترابية. هذا الشخص يريدك. اذا كنت انت تسأل عندك اي شكوك حيال رغبته فيك، ارى ان الرغبة جدا قوية لان مقابلة كلها طاقة تراب، فالرغبة قوية وجذورها عميقة عند هذا الشخص، ولكن هو يحس انه غير وافق بسبب وجوده الجديد الغير محدد في حياتك. احتمال انه ما صار له فترة طويلة موجود في حياتك او يعرفك، فهو غير وافق من شنو الخطوات الصحيحة اللي ياخذها عشان يصل اليك. هو عنده عدم ثقة، مش عارف يوصل لك مثلا، حتى وان كان يعرف رقمك، ولكن مثلا اختيار الاسلوب، اختيار التوقيت، طريقة تعبيره عن رغباته، هو يحس انه مش عارف. وحتى ان كان الان موجود في حياتك وانت تحس كأنك حس انك ساعات بينك وبين نفسك تفكر وتكون عندك ايضا رغبة عارمة، رغبة قوية لهذا الشخص، واحيان ثانية احتمال انه يتأخر او ما يكون واضح معاك بخصوص مشاعره. فانت لا تتعب نفسك يا برج الاسد، انت اشوفك تنسحب بسرعة، تذهب في الاتجاه الثاني وتركز على حياتك العملية اكثر. على طول توجه طاقتك واهتمامك من هذا الشخص الى حياتك الخاصة ونجاحاتك. فلا انت ثابت ولا هو ثابت، ولكن الرغبة موجودة عند الشخصين. انا احس يعني في تقابل في الرغبات جدا عجيب، هو يرغب فيك وانت ترغب فيه، ولكن حاليا بالنسبة لي مجرد توقيت لان هذا الشخص جديد. ولكن مع الوقت، لان عندنا 7 الخماسيات، الشخص اللي ينتظر ان تثمر زرعته يعني، او تثمر بذوره. 7 خماسيات يخبرنا هذا الكرت انه راح يصير هذا الشيء، ولكن راح ياخذ وقت، وقت بالعاده اكثر من المتوقع. الحل الوحيد دائما، افضل واسهل حل ل7 الخماسيات، الشخص اللي مو عارف وين يروح بسبب النتائج اللي حصل عليها لحد الان غير مرضية بالنسبة له، لا يعرف هل يبقى ام يرحل، يأخذ خماسيين في يده ويذهب الى مكان ثاني، ام يبقى وينتظر ما زرعه. هذا مش عارف، او انت مش عارف ايضا، ممكن تكون انت مش عارف بخصوص هاي الديناميكية اللي بينك وبين هذا الشخص، مش عارف تبقى تذهب، وهاي ايضا معكوس في طاقتك، وهو فارس الاغصان، الفارس اللي ما يبقى، مو ثابت. احتمال طريقة واتجاه هاي العلاقة غير ثابتة، وهاي ايضا مسبب لك انت عدم استقرار. ولكن بعد 7 الخماسيات يأتينا 8 خماسيات، مرحلة فعلا العمل والاجتهاد نحو ما نحب، فهي مجرد مسألة توقيت ان شاء الله، لحد ما طاقتك وطاقة الشريك تنضج، تستطيعون ان تلتقون في المنتصف. لان بعد هاي الكارت عندنا ملك الارض او ملك الخماسيات، ايضا طاقة ترابية. النضج اللي تبحث عنه في العلاقة قادم مثل ما اخبرتك، ولكن سوف يحتاج بعض الوقت، لان اذا اتاك سيأتيك في المستوى اللي انت تستحقه، مستوى الملك، مستوى اللي فعلا نضج. يعني بعد الصبر تحصد ما زرعت، لان انت عندك مستوى الملكة، فانت محتاج الى مستوى الملك.
ومستوى الملك موجود، يخبرك التارو انه موجود هذا الشخص، ولكن سوف يحتاج بعض الوقت عشان هو يتأكد من خطواته باتجاهك، هو يثبت اصلا وجوده في حياتك. هو كأنه حاليا احس انه موجود عندك كأوبشن، خيار، اوقات تتجه له، اوقات قرر انه ما راح تمشي معاه، اوقات متأكد من مشاعرك، اوقات غير متأكد. فردة فعلك ايضا باتجاه هذا الشخص تحدد وتغير مسار العلاقة. فرح يكون في نضج، ورح يأتيك مع الوقت، مع الايام رح يكون في تغيير شامل لك وله. اثنينكم راح تنضجون في الطاقة. عندما يحدث هذا النضج، هو راح ترى ان الشريك اللي تستحقه وتستطيع تبني معه، لان انت دائما تنظر الى الخماسيات، تريد الاستقرار وشخص يضيف اليك لا يأخذ منك، شخص ترى انه يستحقك، فانت بانتظار هذا الشخص. وهذا الشخص حاليا احتمال موجود في حياتك، ولكن لكي يتحول من الخماسي الصغير الى مستوى ملك الخماسيات راح يأخذ بعض الوقت. والتر يخبرك ان لا تفقد الامل. دائما سبع الخماسيات تعني لي لما تنتظره قادم، موجود وقادم، ولكن لكي يأتيك بافضل شكل ممكن راح يأخذ شوية وقت. وراح اسحب لك اخر كرت يا برج الاسد تبع النصيحة الاخيرة، او ما يجب ان تعرفه. كرتين. The Swan Queen. ثلاث كرتات. The Swan Queen، ملكة البجع. Patience، اول كلمة قرأتها كلمة الصبر، وهذا يتماشى مع سبع الخماسيات. الصبر من اجل ان يأتيك ما تستحقه في الوقت المناسب. Sacred Union، بالضبط، الاجتماع المقدس، يعني مثل كرت الزواج هذا، عشان تجتمع. الحين في فاصل او في مسافة بين الملك والملكة، من اجل ان يحدث الاجتماع قلت لك هو مكتوب وهو مقدر، ولكن يحتاج الى بعض الوقت. وهذه طاقتك انت يا برج الاسد، The Fire Prince، ملك امير النار، تعني لي مثل كرت الشمس. خليك متفائل وخليك جدا عنيد. ايضا لدينا كرت الامبراطور، خليك عنيد بشأن ما تريده في الحياه.